وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. دكتور رامي، بعد التحية، يعني تحذيرات دولية وإقليمية لنتنياهو من عدم اقتحام مدينة رفح الفلسطينية عسكريا، إلى أي مدى يمكن لهذه التحذيرات أن تثني نتنياهو عن نيته في تنفيذ هذا الأمر؟ في البداية برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني التحذيرات دي هي طبعا نتيجة اختلاف المواقف الأمريكية مع الرؤى الإسرائيلية، أو اختلاف الرؤى الأمريكية مع الرؤى الإسرائيلية، من أن إسرائيل مش شايفة غير أهدافها فقط بعيدا عن أي تداعيات، سواء تداعيات عالمية أو إقليمية تجاه الممارسات اللي بتعملها إسرائيل. بمعنى يا فندم، إسرائيل دلوقتي مصرة على استخدام إطلاق النار حتى آخر شبر في أرض غزة. ليه؟ لأن الهدف منها هو ضم القطاع للسيادة أو النفوذ الاستيطاني، وبالتالي المتاجرة بوجود حركة حماس أو استغلال حماس كذريعة للعمليات اللي إسرائيل بتقوم بها، اللي هي بتهدف لحاجة واحدة بس، تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين. وده اللي أكد عليه أو اتكلم عليه منذ بداية الأزمة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما اتكلم عن إن مصر موقفها ثابت ضد تهجير الفلسطينيين وضد تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي المسألة هنا إن إسرائيل في ده سبب بقى رفض المواقف الدولية تجاه الممارسات، إن الممارسة الحالية اللي إسرائيل بتنوي إن هي تعملها هتدخلها في مشاكل مع قوى إقليمية خاصة مصر، وهتخلي في اتفاقيات تاريخية زي اتفاقية السلام هتبقى محل تهديد من خلال الممارسات اللي بتعملها. لأن الممارسات هنا الفلسطينيين لما يتضربوا في رفح الفلسطينية هيروحوا فين؟ وخاصة إن إسرائيل لها سابقة في الموضوع ده في 2008 في ظل وجود الرئيس الأسبق الرئيس المصري محمد حسني مبارك، لما أعلنها للعلن وقال أنا لن أقع في الفخ الإسرائيلي. وبالتالي المسألة إسرائيل بتعيد تنصيب الفخ تاني لمصر بشكل غير مباشر، وفي نفس الوقت هي من مصلحتها جدا إن وحصل الخلاف هنا إن الولايات المتحدة الأمريكية قالت لها ركزي على قيادات حماس. إسرائيل عارفة فين قيادات حماس وتقدر إن هي تقوم بعمليات اغتيال وتصفية ليهم، لكن مش من مصلحتها، لأن وجود حماس في حد ذاته هو الذريعة اللي بتستغلها إسرائيل لبسط نفوذها في القطاع من خلال عمليات القتل والإبادة الجماعية. طيب دكتور رامي، بيان الخارجية المصرية أشار بشكل حازم وقاطع بضرورة أن تثني إسرائيل نيتها عن تنفيذ هذا الأمر، وطلبت القوى الدولية بتحرك عاجل وقوى المؤثرة لوقف إسرائيل عن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية عسكريا. كيف ترى بيان الخارجية، وأيضا كيف من الممكن أن يكون شكل التحرك الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره للتدخل لوقف مثل هذا العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، العدوان المستقبلي؟ بص يا فندم، يعني أحيي حضرتك على السؤال ده، بس السؤال ده له شقين للإجابة. الشق الأولاني هو وجهة النظر المصرية، مصر في تحذيرها الحالي هي بتوجه رسائل رادعة لإسرائيل من إن انتهاك أو الإصرار على ممارستها ده هيضع مصر، يعني مصر مش هتبقى في موضع رد الفعل، لا بل بالعكس، إحنا عندنا الأمن القومي المصري له أولوية قصوى، وإحنا زي ما رفضنا دخول الفلسطينيين بشكل قسري او شكل جبري في 2008 الرئيس اعلنها المره دي كمان منذ بدايه الازمه. وبالتالي مصر مهما مورس ضدها ضغوطات خارجيه مصر موقفها ما بيتغيرش، والتحذير الحالي هو تاكيد على ثبات الموقف المصري من الممارسات الاسرائيليه ومن القضيه الفلسطينيه اللي الدوله الوحيده بتدافع عن الفلسطينيين او بتدخل في معارك دبلوماسيه نيابه عن الشعب الفلسطيني مصر. لكن اجابه الشق الاخر، المجتمع الدولي، بص يا فندم وانا مسؤول عن الكلام ده، المجتمع الدولي لا نعول عليه شيء. المجتمع الدولي ما انقذش العراق في 2003 من الولايات المتحده الامريكيه، ما انقذش اوكرانيا من العمليات الروسيه، مش هينقذ الفلسطينيين من الاسرائيليين. المجتمع الدولي مجتمع مزدوج المعايير. المساله هنا ان امام لما بيبقى في طرف بيستخدم القوه في العلاقات الدوليه، المؤسسات الدوليه بتقف عاجزه، الامم المتحده وقفت عاجزه، انطونيو غوتيريش استدعى الماده 99 لاول مره في تاريخه، لكن كانت النتيجه لما مجلس الامن حب يعمل جلسه عشان يقوم بدوره فيتو امريكي. وبالتالي احنا امام طرف بيستخدم القوه بشكل بلطجي في العلاقات الدوليه. احنا هنا المساله ان المجتمع الدولي لا نضع عليه امالا ولا نحط اي تعويل عليه. شكرا جزيلا الشكر الدكتور رامي عاشور، استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره، كنت معنا عبر الهاتف.